أنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء اللي ما شاء الله خلال فترة قصيرة بقوا رقم كده يعني محترم في العمل الخيري اللي واقف وراه رجالة بجد ما شاء الله منظومة كبيرة. ومعانا دينامو المؤسسة ومديرها الإداري الأستاذ عز الطاهر. أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ عز. ربنا يكرمكم وسنة جديدة سعيدة علينا كلنا وعلى كل الناس يا رب، وعليكم وعلى كل حد بيشتغل كده لله وبيساعد اللي حواليه. اللهم أمين. وإحنا نتمنى إن شاء الله يعني 2021 تكون سنة لكل الناس إن شاء الله، تكون مثمرة للناس كلها. إحنا بدأنا بقى على طول، إحنا ما بنضيعش وقت، فقلنا بداية السنة ونبدأ إزاي، طب إيه اللي نعمله، لازم نعمل حاجة قوية. فقلنا أول حاجة هنبدأ بيها الأسبوع الجاي ده على طول هنبدأ بكم كامب. يعني ايه بقى في دايرة سقيا الماء؟ يعني مساعدات خيرية كبيرة جدا لأهالينا في الصعيد. هنعمل ايه هناك؟ هنعمل هناك حوالي 80 سقف للناس هناك، لأن الشتاء بيكون صعب جدا هناك فعلا. الناس لما رحنا نعمل أبحاث ونسألهم يا جماعة انتوا ايه مشاكلكم، أول حاجة قالوها لنا هناك ان احنا أول ما المطر بينزل بنجري نستخبى في المساجد علشان ما نقدرش نستحمل المية اللي بتنزل علينا. طيب دي حاجة، ان هو أول حاجة هو بيسيب بيته وبيجري يستخبى في المسجد. طب البيت نفسه اللي هو بيكون عبارة عن أوضة ولا حاجة صغيرة معمولة بجريد النخل، السقف بتاعها بجريد النخل، فكل الحاجات اللي هي لبسهم لو عنده أجهزة ولا عنده تلفزيون صغير كل الحاجات دي بتبوظ. فاحنا ازاي بقى نفرح الناس دي في بداية 2021؟ قلنا ان احنا نقويهم بالسقف يحميهم من المطر ده، فدي أول حاجة هنعملها. تاني حاجة عندنا عدد كبير جدا من الأجهزة هتتوزع للناس، أو يعني أول حاجة هتبقى للبنات اللي هي مقبلة على الجواز اللي هي مش قادرة تجهز نفسها، هنبدأ نجهزهم. هيبقى عندنا يعني أجهزة مختلفة بقى، بوتاجازات، غسالات، تلفزيونات، حاجات كتير جدا إن شاء الله بأعداد كبيرة جدا هنوزعها في الكامب ده. عندنا عدد من السراير أعتقد 170 أو 200 سرير بالمرتبة بالهيكل بتاعه كله هنوزعهم. دي كانت شغل سقيا الماء أو دخلة سقيا الماء على أهالينا في 2021 علشان نتمنى مع بعض كلنا الخير. وطبعا المتبرعين لسه لو حد حابب يشارك النهاردة الأرقام موجودة قدامه على الشاشة، ممكن يتصل إن احنا نزود، بدل ما كنا هنفيد مثلا 100 أسرة لا ممكن نفيد 200-300 أسرة. احنا عندنا أبحاث الحالة عدد كبير جدا من الناس محتاجين، في ناس هنقدر نفرحهم الكامب ده وفي ناس هنأجلهم لحد ما نقدر نجيب لهم أي تبرع تاني. دي أول حاجة. فكرة جميلة ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. تاني حاجة هنخش فيها بقى موضوع الأبار وإزاي هنطور فيها. هنبدأ نخش سينا وهنبدأ نشتغل في سينا بقى أبار جديدة بشكل جديد مختلف خالص عن مطروح. مطروح كانت هناك الأبار اللي هي أبار التخزين مياه الأمطار، هي بتكون غرفة تحت الأرض بنبدأ نخزن فيها مية المطر اللي بتنزل. طب سينا هتكون شغلها عامل إزاي؟ سينا هيكون أبار مياه جوفية، هو البير بقى اللي كل الناس بمجرد ما بتسمع حفر ابار بتيجي بدماغها على طول بير المياه الجوفي اللي هو انا بحفر في الارض بتطلع المايه ما بتخلص. ده كان اختلاف كبير جدا ما بينه وبين المتبرع، في ناس ما كانش بتسال. يعني احنا بنعتمد ان احنا اللي بيتصل بيا بيقول انا عايز اتبرع ببير في مطروح اللي هو خلاص عارف ان انا بعمل بير تخزين امطار، فنيجي بعد ما نحفر ويجي يسال بعد كده عن تفاصيل البير فنقول له ده تخزين ما تنطر، يقول لك ازاي هو مش البير معروف ان هو بحفر في الارض على عمق فبيطلع المايه من باطن الارض. فكان هي الاختلاف، فاحنا فتحنا باب جديد فكرة للمؤسسة جديدة إن شاء الله. وهيكون برضو لينا أكيد طوابع يعني خاصة وأشكال خاصة عن اللي بيتعمل وعن المألوف إن شاء الله. إحنا بدأنا نحدد الأسر أو بدأنا نحدد المراكز اللي هنشتغل فيها جوه سينا، وقريب جدا إن شاء الله هنعلن بقى عن الموضوع، لأن إحنا متعودين دايما ما بنعلنش عن الفكرة أو بننزل إعلاننا غير لما نكون متأكدين إن الأسرة موجودة، المقاولين أو المهندسين أو الشركة المنفذة للأبار نفسها موجودة، كل حاجة بتكون موجودة عندنا، بنبدأ بعد كده نعلن عن المشروع. فده بخصوص الابار. ربنا يكرمك. اما بقى النخيل، النخيل الحمد لله احنا وادي النيترون كنا بدانا فيه هنقول بقى السنه اللي فاتت 2021 بشكل كبير جدا، وكنا بدرنا الارض كلها الحمد لله بالنخيل. المفروض الايام دي او خلال اعتقد النص الثاني من يناير هنكون بدانا خلاص كمان في الوادي الجديد، بدانا نفتح مكان جديد، بدانا نفتح خير جديد للمتبرعين معانا. لما طرحنا مشروع سق النخيل ده ما كناش متخيلين الناس هيكونوا محبذين او فرحانين بيه جدا، فكنا دايما بنفكر يعني هل هو فعلا حاجه مثمره جدا للمتبرع. يعني انا النهارده لما اقول للمتبرع حضرتك هتدفع معايا 4000 جنيه وهعمل لك بيها نخله، النخله دي هتثمر ليك مبلغ 8000 جنيه كل سنه هتروح داخل بيها في مشروع جديد او صدقه جاريه جديده. فلقينا فعلا ان احنا عملنا مشروع قوي جدا الناس كانوا بيدوروا عليه. انا النهارده معايا فلوس نفسي اعمل خير يدوم لي ويدوم معايا سنين كبيره جدا، فانا اديتك نخله
مش هتدوم لك بس كنخله، يعني هي بتتكلم النخله دي ممكن تقعد معاك 100 سنه بتثمر الفلوس او بتثمر النخل بتاعها والريع بتاعها بيبدا يروح لمشاريع تانية. لا ده انا بفتح لك كمان بقيمه المبلغ ده ان هو يخش في مشاريع تانية وتكون ليك، بدل ما كان ليك صدقه جاريه واحده اللي هي نخله، لا ده انت ليك بقت نخله وليك بير وليك وصله ميه حسب ما هو بيحدد البسير بتاع النخل راح فيه. ربنا يكرمكم ويتقبل منكم، افكار كلها بصراحه جميله. ونشوف دلوقتي مع مشاهدينا اول تقرير من تقارير مؤسسه سقيا الماء النهارده.